فرحة كبيرة وعارمة عبر عنها الجمهور الأردني بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني وتأهل أسود الأطلس إلى دور الثماني. هذه الفرحة عبر عنها الجمهور الأردني في مختلف المناطق، خاصة في المقاهي وفي الأماكن التي تشاهد فيها المباريات. كثير مبسوطين لأنه أول بلد عربي بتأهل وبوصل هاي المرحلة، لعبوا كثير منيح، كانوا كثير كنا كثير فخورين فيهم وكثير مبسوطين. أكيد كنا هلا إحنا حاسين كأنه تيم أردني مش بس تيم مغربي. مبروك المنتخب المغربي، إنه بيرفع رأس العرب كلهم، وأنا بحب أحكي لأهل المغرب ألف ألف مبروك ونحبكم بزاف، نحبكم برشا، نحبكم برشا مغربية. ويأمل الجمهور الأردني أن يحقق المنتخب المغربي أداء جيدا في المباريات القادمة كالأداء الذي حققه أمام المنتخب الإسباني واستطاع من خلاله أن يتأهل إلى دور الثماني. نايف مشاقبة، سكنوز عربية، عمان.